السلام عليكم. انا في مراكش دابا. قرنا شي ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال فرعون ضروها ليقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فقال موسى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. شنو بغيتي تقول؟ شي كلمه. عطاني شي كلمه. شنو باش كتحس في هاد اللحظه هاد؟ شنو كتحس في هاد اللحظة هادي؟ شنو بغيتي تقول للأمة، العربية والإسلامية والمغاربة كاملين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني صافي، مات الرحمن، ما تقولش فينا. لا إله إلا أنت. أنت سبحان الله مرتاح في هاد الحالة هادي. شوفوا أنتم، ما بغى ياخذ فوقية، ما بغى يلبس صندالة، ما بغى يطلع معنا للدار، ما والو. ها؟ قرا. باش طلعت تاكل فيك الجوع؟ الله يرحم ليك الوالدين. انا عرفتش. انا شوف، انا راه ديجا عندي العائله كامله في اكادير. شوف، كنمشي لاكادير. انا كنعرفك انت ولد اكادير، ولكن اش جابك مراكش بالضبط؟ اجينا. صافي راه خوتك حنا صاحبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا راه عنده فيديوهات في يوتيوب. ما بغاش، سبحان الله، ما بغى يبقى بحال هكا ومرتاح في هذه الحاله هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. شكرا. حم والديك. يلا تغدى معنا. يلا والله ما الله يرحم الوالدين. الله يرحم الله خويا كليد. عطوني هذيك الناس الغداء. هذاك اللي دار شوف. خذ الصنداله. خذ الصنداله. خلي غير هذيك، حيديك فوقيك. لا حيد والله يرحم. شوف لا بغيتي، ربي يسهل عليك. لا بغيتي ربي يسهل عليك. بالله درت السنجره. الله يرحمك الوالدين. لا حشومه عليك. والله الا حشومه عليك بالله. وفينا بغينا شي جمعيه خيريه تتعامل معاه. بغينا فينا وما وفينا وما وفينا. هاد الناس هما اللي خصنا نتعاونوا معاهم. سبحان الله. شو انا من كازا جيت لمراكش عايش مع هاد الحاله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. تعرفوا